جانب مهم جدا في تربية أطفالنا هو الجانب النفسي، إزاي أربي طفلي وأبعده عن كل ما هو يسبب ضيق أو اكتئاب. في لعبة اسمها طفلي ليبنس بورن أو تشايلد ليبنس بورن. اللعبة دي بقالها كام يوم كده أثارت جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن اللعبة بتسبب الاكتئاب والقلق علشان الشخصيات اللي موجودة داخل اللعبة بتتسم بمظهر مريب، والأحداث بتبقى كلها مشاعر حزن وألم، وده خلى ناس كتير تقول جملة واحدة: لعبة تجيب الاكتئاب لأطفالنا وللكبار كمان. فكرة اللعبة دي طفلي ليبنس بورن بتدور حوالين طفل بيتبناه اللاعب، وبيتعرض الطفل ده للتنمر. هنا في سؤال مهم جدا بينطرح: هل أطفالنا بيتم استهدافهم بألعاب زي دي مصممة إن هي تصيب أطفالنا بالاكتئاب والأمراض النفسية؟ وإزاي الطفل بيتشد الحاجة زي دي في غياب أو في سهو من ولي الأمر؟ إحنا هنعرف أبعاد الألعاب اللي زي دي عموماً من ضيفنا اللي معانا على التليفون، الدكتور نور أسامة، استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك. دكتور نور، أهلاً بحضرتك معانا في التاسعة يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الفل. مساء الهنا. السؤال: هل اطفالنا فعلا امام موجه مقصوده من الالعاب اللي بتسبب امراض الاكتئاب؟ ده حقيقه، وعايز اقول لك ان دي كانت مرحله متقدمه. يعني احنا بدانا في الاول بلعبه الجنيه الناريه، ان هي بتستقطب الاطفال لحد الطفوله المتاخره، اللي هو ينام ويفتح الغاز في البيت عشان يستنى الجنيه، فالبيت كله يحصل انفجار، وده حصل. تباعا الى الحوت الازرق، هي لعبه فيها شبه شويه من اللعبه اللي احنا بنتكلم عليها، وعايزين نقول هي بتاثر ازاي على الدماغ وعلى البرين ازاي، وممكن ازاي تاثر على خلايا المخ. بس كمان الخطوره في اللعبه دي اللي احنا عايزين نقول هي بتعمل مينتاليتي فيها خطوره جدا لحاجات ليها علاقه بالجامعات المتطرفه. وخلينا نقول ازاي، بس نبدا الاول ازاي بتاثر على المخ. بالظبط. النوع ده من الالعاب بماده الميلاتونين، بحاجات الحزن، بالالوان اللي بتتقدم بالطبيعه دي، بتاثر على خلايا عصبيه، حاجه اسمها الحساسه دوبامين، فبتاثر على الانتباه، التركيز، الذاكره، التحصيل الدراسي. اثنين، بتعملي حاجه اسمها اضطراب ثنائي القطب. اضطراب ثنائي القطب، ده حاجتين: يا اما الاقي ابني سعيد جدا من لا شيء فجاه، او هو يعني حاله سعاده غير طبيعيه، او حاله من الحزن الغير طبيعي. فبيحصل كوابيس بالليل، بيحصل حاجه اسمها هلع ليلي، سوء تغذيه، قاعد نفسه مثلا فترات طويله. تباعا الى رقم ثلاثة، ايه بقى؟ حاجه اسمها متلازمه السيروتونين. ايه المتلازمه دي؟ انا بلاقي ابني بقى عنده اضطرابات قلق، يعني اضطرابات قلق، اضطرابات نوم، بيخاف من الضلمه، عنده فوبيا من حاجات جديده، او بدا يجيله نوبات غضب بشكل كبير جدا. في ناس بتجيلها حاجه اسمها الحاله العاطفيه مختلطه، وده بيندرج تحت المشاكل السلوكيه او الاضطرابات السلوكيه، اللي ابني بيبقى دايما حاسس بالاحباط، حاسس بالغضب، حاسس ان محدش جنبه، مش متقبل الناس حتى اسرته. ده جزء شق بالبرين. في جزء بقى تاني، مثلا هرمون اسمه جيلين، اللي هو خاص بالمستجدات العصبيه، اللي هي التركيز او الانتباه اثناء المذاكره. دي افرازه بيقل. النيتروبينات الخاصه بالذاكره طويله المدى وقصيره المدى، ده بيقل افرازه بشكل كبير جدا. بتاثر على المحافظات الحسيه اللي هي الفص السفلي بتاع المخ، اللي هي مسؤوله عن اللغه والعمليات الحسابيه. كل ده ممكن يحصل من الالعاب دي يا دكتور؟ طبعا. فانت دلوقتي بتتكلم ميديكال، طفل مش طبيعي، يعني في مدرسته، في جامعته، هو شخص مش قادر على التحصيل الدراسي، وبشكل في التعامل مع المجتمع هو طفل غير سوي، او شاب غير سوي. فايه اللي بيحصل للمخ سلوكيا بقى؟ تمام. مشاعر احباط في المخ اسمها الاف اي دي اف، مشاعر الحزن. لما بتزيد في فتره المراهقه، ابني بيكون مضطرب، وخصوصا في الهرمونات بقى، وعايز احس ليه كياني والتمرد. في كتاب كان اسمه الجهاد والموت. الجهاد ده كان بياكدوا فيه ان اهم مرحله في استقطاب الجماعات المتطرفه هو مرحله المراهقه.
عشان ابني لو كان في قسوه شديده في البيت او في تدليل زايد او هم مش مهتمين بيه، وخصوصا لو هو عايز يحس بيه كيان، فبيحصل ارتباك وفجوه بين الاسره. مع الالعاب بيستغلوا، بيبداوا يستغلوا الجزئيات دي او الثغرات دي في ان هي يستقطبوا الاطفال. يعني احنا اهم حاجه ان احنا اطفالنا مستهدفين بالعاب زي كده. بالظبط. الدكتور نور احنا بنشكر حضرتك جدا، ومعذره يعني لضيق الوقت، لكن هي جرس انذار لاولياء الامور نخلي بالنا من مساله الالعاب وتاثيرها النفسي على اطفالنا. الدكتور نور اسامه استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك، بشكر حضرتك جدا يا دكتور لوجودك معانا.